برحب بحضراتكم من جديد ومع فقرتنا الاخيره مع القارئ المبتهل ياسين عصفور. واحنا كده بنتحضر للوضوء لصلاه الجمعه هذا اليوم المبارك، يعني اعظم واجمل ايام الاسبوع يوم الجمعه. نتمنى ان شاء الله يا رب جمعه مباركه علينا وعلى حضراتكم جميعا. لازم كنا نستمع الى الذكر الحكيم وآيات من القرآن الكريم، وهيكون معانا ابتهالات، وكمان هيكون في الختام قرآن كريم مرة تانية، ونستعد إلى تأدية الفروض اللي علينا والصلاة. وهذا اليوم المبارك بيبقى له طعم وشكل كده جميل، احنا بنستناه في يوم أجازة. اتمنى ان شاء الله انه يبقى يوم جميل على حضراتكم. برحب بحضرتك فضيله الشيخ، اهلا وسهلا بيك. مرحبا بحضرتك. هتبدا بسوره ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله هبدا سوره الكهف. ان شاء الله اخر سوره الكهف. ان شاء الله اخر سوره الكهف. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
به أحدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت مولانا، أحسنت. يعني جمال الصوت وجمال القراءة. يعني شيخ ياسين، الابتهالات، وزي ما بنقول انه الابتهالات بتدخل طمأنينة على النفس كده، وبتخلي الواحد يستعد للقاء الجمعة ان شاء الله. عايز اسمع من حضرتك شيء من الابتهالات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا وانصرنا على أعدائنا واحفظ مصرنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ورس الهدى رفعوا كتاب الله، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون زرعت طروق النور بين شفاه فتحولت مسكا يفيض بيانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان لنكمل البنيان. يا رب أكرم
من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه افضل الصلاة والسلام. يعني الحقيقة جمال الصوت والابتهال، يعني هو اي قارئ يقدر ان هو يبتهل ولا بتبقى ملكات خاصة شيخ ياسين؟ والله يا استاذنا، وبصراحه يعني انا اول مره ابتهل في حياتي. والله ما شاء الله عليك. انا اصلا قارئ القرآن. نعم. يعني طبعا متعلم القراءات ومتعلم. نعم. التجويد وكده يعني. لكن موضوع الابتهالات ده انا اول مره في حياتي ابتهل يعني. جت معايا كده يعني. لا بس ما شاء الله جميل واكمل يعني، يعني استمر فيه وجود هو الممارسه طبعا بتخلي الواحد يعني يزداد من الموضوع. جميل. احنا هنختم مع حضرتك بجزء اخر من القرآن ان شاء الله. انت اخترت ايه وان شاء الله هتأديه دلوقتي؟ عادي يعني، ممكن مثلا نقرأ اخر سورة الجمعة مثلا. الجمعة اخر سورة الجمعة بإذن الله. ماشي بإذن الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.